النهارده كانت طبعا الاسبوع الرابع، بدايه الاسبوع الرابع في الدوري، بدات الساعه 3 العصر، كانت مباراه فاركو ومصر المقاصه. المباراه اللي كانت النهارده في استاد برج العرب، المباراه كانت جميله جدا، ممتعه جدا جدا بين الفريقين. طبعا فاركو بيقوده الكابتن مجدي عبد العاطي، ومصر المقاصه الكابتن تامر مصطفى. النهارده كان تشكيل الفريقين لفاركو محمد صبحي وعبد الله بكري ورامي صبري واحمد مودي واحمد الصغيري، محمود عماد، وليد فرج، عزمي غومه، رزقي حمرون، عمرو جمال، وعلاء سلامه. مصر المقاصه كان محمد مجدي، هشام شعبان، احمد عبد المنعم، احمد صبيحه، علي فتحي، علي المصري، محمد محسن، حسام عبد الواحد، اريك سيرجي، اتولا جوزيف، وكريم حلاوه. حكام النهارده يا استاذ عبد الناصر، كان حكم الساحه هشام الفلال، حكم مساعد رمضان الهنداوي وممدوح مصطفى، حكم رابع صبر ابراهيم، حكم فيديو محمد سلامه، وحكم مساعد فيديو او فار عاطف حسين. المباراه النهارده بدات بضغط كبير جدا من فاركو. فاركو نازل، فاركو كان مصمم على انه يبدا اللقاء غير اللقاءات الثلاثه، لان طبعا كان مهزوم 3 لقاءات. استطاع فعلا فاركو في اول 4 دقائق ان اول 5 دقائق يحرز هدف جميل جدا من ركنيه. عمرو جمال قابلها براسه جميله جدا في العارضه، بترتد من العارضه لوليد فرج، بيلعبها بالدماغ من جوه ال 18 ثاني عرضيه داخل السته يارده، بيقابلها عبد الله بكري المدافع في الشباك الخارجي، يسجل الهدف الاول والمبكر لفاركو. بعدها مصر المقاصه حاول يضغط عشان يدرك التعادل، وفي الدقيقه 31 حصل اعتراض من لاعيبه مصر المقاصه على ركله جزاء بدأ لمسه اليد لرامي صبري جوه ال 18، ولكن الحكم ما رجعش للفار، وفعلا الاعاده بينت ان الكره في صدر رامي صبري مش في ايده. الحكم طبعا في الدقيقه 41 والمباراه انقلبت، الحكم رجع في فاول من في وسط الملعب، لعيب فاركو ضرب لعيب مصر المقاصه بالكوع، الحكم حسبها فاول عادي، حكم الفار استدعاه، شاف اللقطه، فعلا اللقطه كانت تستحق طرد، واللاعب محمود عماد لاعب فاركو ينال الكارت الاحمر في الدقيقه 42. انتهى الشوط الاول بهدف فاركو 1-0 وطرد من طرد اللاعب محمود عماد. مع بدايه الشوط الثاني فاركو بدا يرجع زون ديفنس ويلعب على الهجمات المرتده، وكان مقفل دفاعاته بشكل رائع جدا وباداء متجانس جدا، ويمكن كان نجم الشوط الثاني عمرو جمال، وانا بختاره هو نجم المباراه، لان عمرو جمال عمل شوط رائع جدا. في الدقيقه 55 جاب هدف لكن اتحسب تسلل، محمد صبحي اللي لعب له كوره وراح، وكان انا يعني لو كان الهدف ده اتسجل كان هيبقى من احلى الاهداف، لكن الهدف كان تسلل. عمرو جمال صمم وحاول لحد ما في الدقيقه 80 فعلا، ومن هجمه مرتده جميله جدا استقبل عرضيه جوه ال 18 من توغل عزمي غوم لاعب فاركو، لعبها له لعبها بيمينه روعه على شمال حارس مصر المقاصه ليحرز الهدف الثاني، وهدف هو انهى المباراه تقريبا لان كان في اخر 10 دقائق. ولكن هنا طبعا انا عايز احيي كابتن مجدي عبد العاطي اللي قدر يصمد تقريبا 55 او 60 دقيقه في المباراه ب 10 لاعبين وهو 1-0، لا تمام. وكمان بيعزز بهدف ثاني وعمل شغل واداء رائع جدا، ومباراه يستحق فعلا الثلاث نقاط عليها. كابتن مجدي عبد العاطي بعد المباراه قال احنا اجتهدنا في الثلاث مباريات اللي فاتوا لكن ما فيش حظ، احنا النهارده اتعلمنا من الماتشات اللي فاتت، كان في تذبذب، حاله الطرد هي اللي اثرت علينا، ولكن اللي انا بهدي للفوز ده للعيبه وعلى الصبر، وبعتبر ده استاذ عبد الناصر ان تثبيت لمجدي عبد العاطي في مكانه كمدير فني. طيب انا قبل ما تسيب انت الماتش ده ونروح للماتش اللي بعده، عايز اوجه تحيه لاداره نادي فاركو وللاخ المحترم الصديق عز يشار على الصبر على الجهاز الفني. كل الناس قالت ان مجدي عبد العاطي هيمشي بعد الاسبوع الاول، تمسك بيه عز يشار. الناس قالت هيمشي بعد الهزيمه الثانيه وتمسكت بيه الاداره والاستاذ عز يشار. بعد الهزيمه الثالثه مفيش حد ما كتبش وقال ان مجدي عبد العاطي هيمشي، ولكن عز يشار راهن بقوه على مجدي عبد العاطي وجهازه الفني، وبالفعل جاء الخير في المباراه الرابعه وكسب عز يشار الرهان، وتمسكه بواحد من افضل المدربين الواعدين من وجهه نظري واحد الموهوبين بقوه في عالم التدريب الكابتن المحترم مجدي عبد العاطي. والنهارده ربنا كافئ مجدي عبد العاطي على صبره، لان في الثلاث مباريات
النتائج لا تعبر عن سير المباريات الثلاثة، والهزايم غير مستحقة بالمرة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. النهاردة فرق استطاع قدام مصر المقصة أن يستعيد توازنه، ويقول إن هو فرس رهان قوي بعناصر قوية من اللاعبين. وبحيي مجدي عبد العاطي على فكره في إدارة الشوط الثاني في ظل نقصان للاعب، والاعتماد على الكونتر أتاك، واستطاع إن هو يطبقه هو ولاعبته 10 على 10، وتمكنوا من قتل المباراة في الدقيقة 80. تحية لمجدي عبد العاطي، والمباراة دي كانت تثبيت لمجدي عبد العاطي، لأن التعادل كان يعني رحيله مش الهزيمة، واللعيبة كسبت الرهان، وهم وعدوا مجدي عبد العاطي قبل المباراة إنهم هيتفانوا لأنهم بيحبوه جدا، وهو بيعاملهم كأخوات ورجالة وأصحاب. وفعلا النهاردة قالوا له احنا متمسكين بيك وبنهديك الفوز، لان الفوز ده يعني بقاء مجدي عبد العاطي في فرقه. مليون مبروك لعز يشار والمجدي عبد العاطي، ومليون تحية للإخوة المحترمين في فرقه ولكل من اجتهد. وفعلا عمرو جمال نجم المباراة. مصر المقصة بقول هو محمد عبد السلام ليس في الإمكان أبدع من مكان، وإن شاء الله القادم أفضل. اخترت تامر مصطفى مدرب واعد ومحترم جدا، ووليد هويدي بيساعد بقوة، له كل التحية والاحترام. وعايز أقول للواء بكري سليم إن شاء الله المدير التنفيذي، إن شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي، والمشوار طويل، وانتوا عاملين فرقة متوسط أعمار في بداية العشرينات، وهتكسبوا الرهان مع الوقت، ولو عديتوا السنة دي لبر الأمان الفرقة دي هيكون ليها شأن آخر.